أنا قلقانة قوي. اللي حصل امبارح ده ما يطمنش. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت مش رحت لهم واطمنت عليهم بنفسك؟ أيوة اطمنت عليهم. بس اللي اتجرأ ويحاول يفجر عربية قاضي ممكن يحاول يأذيهم بأي طريقة. أنا خايفة قوي على مجدة وولادها. يعني هو اللي اتجرأ وحاول يقتلني في عز النهار، في حاجة هتمنعه إنه يأذي ولادي؟ حتى وهم في بيتي وفي حضني؟ وليه بس كده؟ ليه دايماً عايشين في قلق؟ هي الدنيا كده، عشان تعيشي في الحلو لازم تستحملي الوحش. صحيح، بيفكريني أجيب موبايل جديد محترم كده وأبعته لكامل أخويا بدل اللي أنا رميتهوله بالشباك. آه يا منال لو شفت وشي كامل وهو بيعيط عشان رميت له الموبايل. ده عاقل يعمل كده؟ لا طبعاً مفيش، أنت مش عارفاني؟ صباح الفل. يا صباح النور. كل سنه طيبين. وانت طيبه. على فكره انا مؤدبه ومش همد ايدي في محفظتك زي زمان واخد عاديتي بنفسي. هات بقى. ما تخليش البنت دي تعطلك عن ميعادك مع وجيه. ريهام بتلبس ورايحه معاك. هتقعد مع ماجده شويه لحد ما تسافر. انا رايحه اشوف المطبخ. توهوني في الكلام. على فكره انقل وجيه بقى كويس وماجده طول عمرها زي القرده. يعني لو الانفجار نفسه كان جه فيها ما كانش هيحصل لها حاجه. هتعديت يلا عشان انزل. لا كنت فاكر ان عديتك وصلت لي خلاص اول ما عرفتي ان وافقت على ان عمك كامل وابنه يجوا يطلبوا ايدي. يعني هدي عديتي يا بابا؟ لا ده هديه احمد. بقول لك ايه، انت واثقه ان الواد ده بيحبك؟ حاسك ازاي؟ للاسف مفيش شايفين في الحب. وإلا ما كانتش الناس في لحظة اتطلقوا وسابوا بعض. وهي دي الميزة الوحيدة للكره. الكره إحساس بغيض لكن واضح وصريح من القلب للقلب، ما فيهوش أي احتمال للكذب ولا الشك. بابا هو أنت متأكد إن أنت موافق على أحمد؟ طبعاً موافق. المهم هو يوافق. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.